الباركور لعبة حديثة نشأت في فرنسا يحاول اللاعبون فيها تخطي العقبات والموانع بسرعة وسلاسة وباستخدام القدرات البدنية. هذه اللعبة وصلت مؤخرا إلى قطاع غزة، لكن الشبان هناك يحاولون تخطي عقبات وموانع من نوع آخر أقلها الحصار وضعف الإمكانات. شهد الكاشف زار مخيم خان يونس للاجئين وعاد بالتقرير التالي. قد يعتقد البعض أن هذا الشاب يحاول أن يسرق المنزل، لكنه محمد الذي اعتادت جيرانه هنا على أن يروه وهو يتسلق جدران منزله يعرض ومعه من رفاقه بعض الحركات للعبة غريبة تعرف بالباركور. محمد ومعه عبد الله تعرفوا بطريق الصدفة على لعبة الباركور من خلال الإنترنت، لعبة تأسست في فرنسا قبل 10 أعوام وبنيت على فلسفة الهروب وتخطي العقبات والموانع من أشجار وصخور وقضبان وجدران. أوصل للعالم كله أنه في فريق باركور في غزة طلع من وسط الحصار ومن وسط الدمار ومن وسط الأوضاع الصعبة ووصل لمستوى رائع جداً. أنا بعتبره مستوى رائع جدا، لأنه إيش؟ لأنه إمكانيات ضئيلة جدا أو حتى معدومة الإمكانيات. أنتوا شايفين وين بنلعب؟ كتير تعرضنا، أنا أسناني راحل من الباركور، 3 راحل ومفاصل يعني كتير بتعدش. حلم هؤلاء إذن هو أن يصلوا إلى مستوى عالمي وأن ينجحوا باجتياز العوائق السياسية والحصار وأن يخرجوا إلى فضاءات أوسع خارج غزة المحاصرة ليمارسوا لعبتهم ويتحدوا كبار اللاعبين. يعني لا في صالة، لا فيش حد يهتم فيك، بتيجي تلعب بيحكوا لك أشياء يعني تفاهات كلام، يعني لو إحنا يعني نزعل لما نسمعه نفسياتنا بتتحطم، بس بنحاول بنوصل حالنا يعني. ومن أجل ذلك يخرجون إلى المقابر وتلال الرمل ومدارس اللاجئين بحثا عن أماكن يستطيعون فيها أن يمارسوا لعبتهم. هي لعبة بالتأكيد لا تخلو من المخاطر، لكن الفكرة هي الهروب أو الانتقال من نقطة إلى نقطة بسرعة وبكفاءة، وهو كما يبدو ما يحاول هؤلاء الحصول عليه، الهروب من واقع فرضته عليهم السياسة أو الجغرافيا، لكنهم لم ييأسوا بعد. شهد الكاشف بي بي سي، قطاع غزة.